السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا الحلقة 15 من تختيم باتل فيلد 1، وهي الحلقة الأخيرة. طبعا الحلقة الماضية احنا ختمنا هذه اللي هي المرسال، ومفروض نختم هذه، بس لكن هذه القصة ايش هي؟ اللي هو لورنس العرب يهجم على الامبراطورية العثمانية. فانت في هذه القصة كأنك يعني تقتل دمر الاسلام ودمر الحضارة الاسلامية وتقتل العثمانيين كذا، فما حبيت اني انزلها. بس لكن بعد ما تختم كل هذه المهام يجيك هذه، هي رسالة ختامية من فريق باتل فيلد 1، وهي مخصصة لمن قاموا بالخدمة. طيب مهم، خلينا نتفرجها ونشوف. طيب ما فيها إلا فصل واحد ونبدأ فيه إن شاء الله. يوما ما سينتهي كل ذلك، ستنتهي الحرب التي ستنهي كل الحروب بانتصار طرف أو آخر، ستصدأ المدافع وسينمو العشب، ولن يبقى أي شيء من هذا. ستداوي الأرض نفسها كما يفعل كل شيء في النهاية. سنكون قد رحلنا عندئذ، ولكن ربما لن ننسى. وإن تذكر التاريخ واحدا في الألف منا فقط، فسيمتلئ المستقبل بقصص عنا وعما فعلنا. كيف كنا نعيش؟ كيف حاربنا؟ وكيف متنا؟ وعندما تنتهي الحرب وتضع أوزارها، سوف يتذكرون من نحن. ولكن إلى أن يأتي ذلك اليوم سوف نصمد، سنواجه الموت بشجاعة، وسوف نقاتل. وكذا خلاص انتهينا يعني من باتل فيلد 1، انتهت القصة وانتهت الرسالة الختامية وكل شيء. واتمنى ان اللعبة اعجبتكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة وتشوفوا الالعاب الثانية اللي انا ختمتها، راح تحصلوا رابطها ان شاء الله تحت المقطع. كان معكم ابراهيم من قناة كرش الالعاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.